عندي سؤال بيسك، ليش مشوار الربع ساعة بالضفة ممكن ياخد ساعتين؟ لا واستنوا، المشوار بيختلف طوله على حسب مين بيقطعه. يعني إذا مستوطن إسرائيلي بده يروح من مستوطنة بجنين لمستوطنة بالخليل يعني بياخد المشوار شي ساعة ونص، بس إذا فلسطيني بده يقطع نفس المسافة بتاخده بأحسن الأحوال 4 ساعات. هذا غير أوقات الهبات والانتفاضة اللي ممكن توصل الطريق ل7 ساعات. عشان نفهم القصة خلينا نرجع بالزمن ل67 مع احتلال الضفة الغربية بدأ إنشاء المستوطنات، وعشان الاحتلال يسهل التنقل للمستوطنين بين هاي المستوطنات وبين هاي المستوطنات وبين كمان الأراضي المحتلة في 48 بدأ يشق طرق التفافية في أراضينا وفي جبالنا. اسمها طرق التفافية لأنها بتلف على مناطق التجمعات السكنية الفلسطينية وبتفشق عنها، وهاي الطرق الالتفافية معظمها ممنوع على الفلسطيني إنه يستخدمها، بالتالي بتشتغل شغل الحواجز، بتقص المدن الفلسطينية والقرى من النص وبتفصلها عن بعضها البعض وبتلم المستوطنات على بعض وبتقربها من بعض وبتزيد من رفاهية المستوطنين. ومثل ما هاي الطرق الالتفافية ضاعفت ساعات الرحلة من مكان لمكان للفلسطيني جوا الضفة، فهي ضاعفت أعداد المستوطنين بشكل كتير كبير. في مستوطنات شرق بيت لحم ضاعف عدد المستوطنين 90% ب7 سنين من وقت ما أنشئ طريق استيطاني هناك في 2008. ومثل ما هاي الطرق خنقت الفلسطيني شاف فيها برضو وسيلة للمقاومة، فصارت هاي الطرق الالتفافية نقطة مواجهة بين الفلسطينية وبين المستوطنين. وهذا جواب بيسك ليش ممكن مشوار ربع ساعة ياخد ساعتين للضفاوي.